منتخبنا الوطني خاض اليوم وحدة تدريبية مسائية، ولأول مرة يشترك جميع اللاعبين 26 اللي وجهت الدعوة لهم من قبل المدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس. الجميع يتمتع بروح معنوية عالية، التنافس على أشده خلال الوحدات التدريبية من أجل إثبات الوجود. ألتمس رغبة عالية من جميع اللاعبين من أجل المشاركة في هذه المباراة. مثل ما تعرف أستاذ حسن، المباراة الأولى لها خصوصية تامة، البدايات دائما مهمة جدا، لكن مثل ما يعرف الجميع المباراة لا تخلو من الصعوبة، خصوصا من المنتخب العماني، منتخب منافس، منتخب عنيد، في أثبت في أكثر من مواجهة لمنتخب العراق، آخرها في كأس الخليج في مواجهتين، يعني مثل ما تتذكرون أنه كانت أكو صعوبة في المواجهة، لكن نتأمل أنه مع اللعب على أرضنا وسط جمهورنا وجاهزية اللاعبين المحترفين أنه تحسم النقاط المباراة لصالحنا ونمضي قدما في هذه التصفيات.